كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام نظام الدين والدنيا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام، يكون الناس إن فقدوا النظام. شيخنا، ننتقل إلى قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم، هذه تشبهها في السورة نفسها بعد قليل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. نعم، ففي المرة الأولى قدم الشفاعة وفي المرة الثانية أخرها، فما تفسير ذلك؟ هذا التفسير ذكره ابن جماعة ونقله عنه السيوطي في كتابه قطف الأزهار. قال إن النفس الأولى هي النفس الجازية، لأنه ذكر نفسين، قال لا تجزي نفس عن نفس، فالمراد في الموضع الأول والله أعلم النفس الجازية، والمراد في الموضع الثاني النفس المجزي عنها. فالنفس الجازية قدم في شأنها الشفاعة، لأنه إذا أراد إنسان أن ينقذ إنسانا شفع له، شفع بنفسه له، صحيح. فإن لم تنفع الشفاعة دفع الفدية، وهو ما سماه هنا العدل. فهذا فيما يتعلق بالنفس الجازية الأولى في الآية. وأما النفس المجزي عنها فهذه تقدم الفدية أولا، يريد أن يخلص نفسه، يريد أن يخلص نفسه أولا، ثم بعد ذلك إن لم ينفع تخليص النفس بالفدية انتظر أن يشفع له شافع. ولذلك في المرة الأولى قدم الشفاعة وفي المرة الثانية قدم أخرها إلى آخر الآية. وهذا أيضا يناسبه السياق، لأنه في الموضع الأول ذكر قبل هذا أشياء من الأوامر والنواهي لهم، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إلى آخره. فهذا كله يأمرهم وينهاهم، فكأنه من قبيل التخلية، أي انزعوا أنفسكم من هذه المساوئ فإنه لا ينفعكم أحد. وأما في الموضع الثاني فذكر لهم الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، وبعدها جاء ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر ذريته من الصالحين العابدين الحنفاء، فكأنه في المرة الثانية يرغبهم. فالموضع الأول هو سياق تخلية، والموضع الثاني هو سياق تحلية. ولذلك كان الموضع الأول للنفس الجازية والموضع الثاني للنفس المجزية عنها، والله تعالى أعلم. نفع الله بكم شيخنا الكريم، جزاك الله خيرا. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام نظام الدين والدنيا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام، يكون الناس إن فقدوا النظام.